حرائق جبال تركمان. تلف ليك مثل اشتغلي. لعنة الله عليك يا بشار الأسد، ولعنة الله على من شعل هالحرائق. والله تشعل الجبل كله ما راح توصلنا بإذن الله. حرائق جبال تركمان. لعنة الله عليك يا بشار الجحش. هو اصلا من بيت الجحش ولا من بيت الوحش؟ بيت الجحش. ايوه رجع لاصله يعني. الوحش بيكون اليف شوي. ايوه. الله ما يعطيهم العافيه اللي مشكله. ليك شعلتهم تطلع، الله يعطيهم العافية. ليك تطلع.